عامل البروجرام بتاعي على يوم 6، عامل على يوم 13. في الاول والاخر بتمنى المنتخب الوطني ان شاء الله كل التوفيق، ان شاء الله يحالفه ويوصل لابعد نهايه، لان هو ده شرف لينا احنا كعرب، وانا كطارق مصطفى كمصري، لان انا بشجع المنتخب المغربي. في عدم وجود المنتخب المصري، المنتخب المغربي بشجع المنتخب المغربي، لان دايما حتى واحنا بنقابل بعض في افريقيا دايما بقول في تصريحاتي ان اتمنى ان يوصل النهائي المنتخب المصري والمنتخب المغربي، حبا للمغرب وشعب المغرب. شكرا. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.